بص يا بركات، هي دي الشخصيه اللي انا بتكلم عنها. عماد واثق فيك، عماد اللي كان لسه معانا دلوقتي واثق فيك. بص عمل ايه، بس يمكن انا خدتها منه عشان مش واثق فيه. لا يعني هو ده هي دي الشخصيه اللي احنا بنتكلم عنها. لا يعني ده كان في الدقيقه كام؟ 93. 93 بس. طيب. خد بالك، انا الكره ديت انا وانا باخدها من عماد، يعني انا وانا باخدها من عماد انا عارف هعمل بيها ايه، يعني فاهم. انا عارف ان انا هخش بيها، انا هكسر، وبمجرد بس ما هفتح لنفسي زاويه للشوط هشوط. اول ما هشوف هشوط، اول ما هلاقي حته فاضيه هشوط. يعني بس هو انا بقى الراجل ده لمحته كان احمد غانم، انا بس بمجرد ما فتحت لنفسي فرصه شوط على طول. حتى كان محمود فتح الله هو يعني بيزحلق عليا وبيرمي نفسه عليا وبتاع وكلام من ده، بس هو كده. وطبعا توفيق ربنا، توفيق ربنا يعني طبعا. ربنا موفق وربنا الفرحه دي عملت مشكله. انا فاكر ساعتها الرقم اللي انت عملته ده موضوع جالي على غفله اصلا. اللي حصل ده بعد الجون ده كان موضوع، يعني موضوع جالي على غفله، ما كانش لي اي انت انا عارف ان انت عمرك ما لا لا لا, لا خالص يعني ما بتحب ان انت تقلل من قيمه حد ولا حاجه، ولكن انت ممكن تعلي من قيمه النادي بتاعك. لا بالعكس. بقول لك يا اسلام، قول لي يا